السؤال الأخير قبل الفاصل، تأشيرة شنغل تسمح لك بدخول سويسرا ولا لازم تأشيرة مستقلة؟ We are part نحن of جزء Schengen. من شنغن، وهذا يريك مدى التعاون مع الاتحاد الأوروبي. نحن جزء من اتفاقية شنغن ونعطي هذه التأشيرات. إذا بتأشيرة شنغن يمكن أن تأتي إلى سويسرا مثلا، هذه التأشيرة التي تصدرها هذه السفارة بإمكانك أن تستخدمها لتسافر إلى دول شنغن. هذا يعطيك فكرة عن تقارب التعاون ما بيننا والاتحاد الأوروبي.